أشوفكم هذا المكان إيش قد حلو. هذا وسط المدينة، أجواء حلوة، وهذا المكان كلش أحبه دائما أجيمه. أنا أشوف جمال مو طبيعي. شباب لا تنسون اللايك والاشتراك حتى استمر وياكم. شوف هاي البورش حلوة، كلش أحبها أنا. سان دييغو أجمل مدينة بالعالم. الجو هنا طيب، أجواء حلوة، نستمتع بهذا الهواء الطيب. وهذا أول طلب، خلي نقبله. هذا المطعم أجاب بيكا فور كاترين. Thank you. هاي بالويكند يسدونه هذا الشارع كليته على طول، لأنه هنا بالليل يعني تصير فوضى، واليوم راح نشوف هاي الفوضى. هنا هذول الناس يشتغلون على السياح، من يجون سياحة سان دييغو، اللي يبيع ملابس، اللي يبيع أكل، ويسألون على البرنامج مال الخرائط اللي أستخدمه. أني أستخدم جوجل مابس، هذا أفضل شيء يعني، من أشتغل أوبر توصيل الأكل والركاب. ويا صباح الجمال، هذا الطلب يبعد عني 7 دقائق. الله على هذا المنظر. خلنا ندوس لها شوية أسرع، نلحق بابو البريوس. وين هاي إسعاف؟ نحول إلى محركين، نطير شوية، روح أبو البورش. 911. هذا شنو اكو فتشي بيها محلول اللي ورا شباب؟ هذا لا البيج لايت، هذا عبالي يتحرك. هذا روح يا ترى البايسيكل مالتي اسرع. روح ما في ايش بيجي. ابو البورش يمشي على كيف. كسر علي، ما اعطاني مجال. شوف يخاف مني لانه اجتاز بسهوله. شوفوا هذا البيت ايش قد حلو على اليسار. انا وصلت حاليا، دا يقول لي راح يصير على اليسار. ايش قد قديمه هاي البنايه هنا. المشكله هنا ماكو مكان نقفل بيه البايسكل، والبنايه هي هاي الفوق، فنقفله هنا. قفل مخليل الجيت كود، مو مثل ذيك المره تتذكرون باخر فيديو ما داز لي وظليت فتره انتظر بالباب. فتح الباب. قديم هاي، قديمه هاي البنايه، حتى تطلع ريحه من الكاربت من الارضيه. هاي شنو؟ تخيلت نفسي جاي العب ريزنت ايفل، تلقون هيك هاي بيها لغز. هاي لازم نحل اللغز هنا مال الطابق فوق. هاي الطابق الثاني يشبه الطابق الاول، نفس الشيء نفس الديزاين. هاي صورة ناخذها، يجوز اكو فتشي وراها. ما ابي 23. الصورة سبميت، هيك وصلنا هذا الطلب. ما عندهم جوز. يو ويلكم. 20 ذا سكند فلور. يا جو اول ذا واي داون. قمت اندلها هاي البناية. وات ذا اف؟ اوبر ايتس. ريلي؟ يو امازون؟ يا شوفوا هذول جروب. اجانا طلب ياب ننطي اكسبت. اليوم يبشر بخير. اليوم طلبات حلوة. ساتردي اليوم سبت، اليوم حاليا الساعة بالثنتين ونص الظهر، وهاي فترة الغداء. يلا فتح. مخبل هذا البايسكل، هذا محرك واحد طبعا حاليا. شنو هذا اسرع؟ هذا اسرع هذا.
اليوم كله تاكل يوم. Excuse me. Thank you. خلي نسد الجنطة. مو أخضر ليش تعبر؟ لازم تنتظر يصير أحمر. ما يصير هيك. حلو الداون تاون كلش حلو يعجبني أنا هنا أفتار هاي المناطق. بس شوف الشوارع شلون نظيفة ومخططة نظافة. أنا زرت هواية طبعا ولايات وكل ولاية أروح للداون تاون مالتها بس ما شفت مثل سان دييغو. صح أتفق وياكم بيها متسولين هواية بس بعيدين عن الداون تاون يعني ما يخلوهم يوصلون هنا بهاي المناطق لهم أماكن خاصة. هاي البناية اللي على اليمين هاي اللي قلت لكم عليها قبل شوية اللي نقفل بها البايسيكل. سألت هذا بالباب قلت له هو هذا العنوان نفسه انه المدخل مالته ماندل منين طلع هذا المدخل منه انا على اليسار هذا 1388 مخلي لي نوت يقول دوس الجرس هاي انفتح الباب ثانك يو مشيت هاي شنو الو هاي فود دليفري يس مشيت ثانك يو سو اتس جونا بي نمبر 2 رايت 28 28 اوكي ثانك يو ثانك يو طابق 28 هذا دائما نخليه بهاي المنطقة على مود من يفتحونه قبل ياخذوه وناخذ صورة سبميت خلصنا هذا الطلب وشباب اللي ما مطي لايك لي حد هسه لا تبخلون عننا باللايك حتى استمر وياكم سكو واحد هنا أنا لازم ينزل هاي good thank you هذا خطيه هم دايخ بالفود دليفري ضايع بس هذا خوش ولد هذا السكيورتي بالباب يدلي خوش ادمي والله هذا الترولي هاي شنو هاي الدراجه شكلها حلوه احمد شلونك هلا بيك الله يسلمك How are you doing? I'm gonna do it. I'm gonna get the basketball card. Like this one? Yeah, this one is very good. Yeah, I bought it from Walmart. $6. Oh, I put them right here. Yeah. Oh, and then on the and I have the hang. تعال مونجاس خلنا نشوفك شغلة. شوف. Oh yeah. Show you something. Yeah. Look. Yeah. Right. Yeah. اخر مرة شربت من الاخضر اليوم نشتري من هذا شوفوا الخيم مالتهم هذول الهومليس من انا سادينا هذا الطريق ماكو ما نقدر نطلع حاليا الساعة بثلاثة ونص وانا جعت بس اكو مطعم هنا مال فلافل وين فلافل فلافل هذا فلافل كاليفورنيا اسمه فلافل كاليفورنيا مطعم عربي السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ اهلا وسهلا. اهلا بك الله يسلمك. تحياتي. اهلا بك. عندك بيك اب؟ لا اريد اكل جوعان. يكرم عينك. الله يسلمك. ايش جابك؟ جرب الفلافل. فلافل؟ اي. بس كتبوا فلافل كاليفورنيا بالداون تاون وسط المدينه. هذا المطعم من الداخل. هذا المنيو مالتهم مال المطعم فلافل شاورما كباب وهاي الوجبه مالتنا هذا مي غازي. فلافل ساندويتش فلافل الفلافل كلش طيبة وراها تحلية بالنسبة لاسم المحل والعنوان هو هذا خذوا له سكرين شات اذا تريدون تجون عليه وهذا رقم تليفونهم محمود يرحب بكم صاحب المطعم هذا عنده سيارة صغيرة عريموت باع الناس يوقفون هنا ويصورون هاي البناية القدامي كهواية ناس يشتغلون فود دليفري شوفوا هذا هسه راح اشوف لكم اياه هذا الواقف اللي على اليسار هذا همنا يشتغل فود دليفري شايل الجنطة بس اغلبيتهم يعني
ما يبينون انه هم دا يشتغلون يعني شايل مثل الجنطة او حتى بايسكله بسيط هيك عادي، مو محترفين يعني. الله على الاجواء الحلوة. حلو. هذا همينه بقى، شوف هسه هذا يشتغل اوبر ايتس همينه، بس شنو عنده لايت شاد اللي ورا قطعة علامة مال المطعم او اي مال مطعم مال ايس كريم اللي هو هذا اللي قدامي المطعم. شوف هسه هذا عنده دوغ جاي يلعب وياه، شوف كيناين هذا بنص الشارع يودني البناتي ما ادري يقول هذا ايش يسوي هذا هذا اذا يهد عليها هسه شنو ياكله يمكن. اهدأ اهدأ هذا قوي هذا بقى يهدي بيه. إنه بيريد يجي عليه خلصفر من هنا ليه روح ياكلني هذا هسه بس يهد علي هاي صفانس علي هذا ايش تعرف هذا هذا مال الحراسة هذا اي جود ثانك يو فور نيلي نيلي از ات او يا اس ثانك يو يعني على قد هذا البوكس على قد البيتزا مالتي لو شوي اكبر كان ما طبت بالجنطه. الطلب مو بعيد علي كلش 7 دقائق يعني بس عكس اتجاه الداون تاون يعني مو بنص المدينه 60 مايلز يا انا ثاني قال ايش قد يمشي؟ قلت له 60 ميل هو فعلا يوصل 60 ميل بس الشوارع هنا ما مخططه انه تمشي بيها 60 ميل 60 ميل تمشي بيها على الخط السريع مو هنا أنا. ستوب ساين لازم نوقف. يشحط يشحط التاير الامامي. How you doing? Very good. There you go. You're welcome. وهذا طلب همينة اجانا نعطي قبول. I got back up for goes. Yeah, I can take it like this. That's fine. I'll be right back to take the drink. قلت له انه انا استخدم البايسيكل مالتي يعني غطي الفتحه الفوق فغطى لي اياها. ايزي. مشكله اذا يجيني درينك اضوج يعني لانه لازم نثبته بحيث يعني ما يوقع. الطلب يبعد عني 6 دقائق مو بعيد. Here's this one and another one and I have that drink. Drink? Yes. Are you in the holder? Yeah. Right here. Thank you very much. Just a second. Give you this too. Okay. Thank you. Have a good night. تعرفون ايش مشتهي؟ مشتهي في شيء حار كوفي. الغاز ستيشن هنا بالداون تاون شوفوها. يعني مو مثل بالمناطق الباقيه يعني الطب جوا وتشتري مثلا تريد اشوفهم خليهم بمكان هيك صغير ويبيعون بيه بس يعني شغلات بسيطه كلش. انا ما اعرف وين هنطلع من هنا نجرها هاي كلها قبل ونشوف وين راح نوقف. واو على كيفك هدي 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 كام داون كام داون لا مجموعة مطاعم بس ما شفت لا 7-11 ولا كوفي. شوف هذا بابايز نانا أذكر أنا واقف هنا بس كان أوبر توصيل لركاب. بهذا شارع فارغ هذا يمتد إلى الداون تاون. الناس وينها؟
هاي خاف مخلين هاي تشيت كود، هاي رقم تخليه بجي تي اي والناس تختفي. يمكن مفعلين تشيت مسوي شي بالمدينة، عرفت؟ هاي هنا حياة اجتماعية، حياة حلوة. هاي منطقة مال الناس الفقراء، الناس الفقراء. شوف هذا حتى رقم ما شاد لها، سيارة ما بيها رقم. هاي شنو هذول هنا؟ هذا سادين الشارع. شوف هنا ينامون، هاي حياتهم هنا هيك. تذكرت شغله اني محمود ابو المطعم فلافل كاليفورنيا قال لي تعال يمي الساعه بالسته ورا السته، هذا المحل بصفهم يبيع كوفي. فعلا خليه بالجي بي اس. هذا كافيه، اريد كافيين. محمود هلا اهلا، كيف حالك؟ شلونك؟ شلون صوتك؟ اهلا وسهلا بيك. السلام عليكم محمد. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيك. هلا والله، هلا والله. اهلا جمال، كيف حالك؟ تعال تفضل. يلا راح نقعد هنا. ايش بتحب تشرب؟ انا اريد كافي عندهم، صح؟ ايش كافي؟ اي وبعد ما كملت الاستراحة مالتي شحنت المايك والتليفون، والله أجواء حلوة صارت هنا بالداون تاون. شوفوا هاي اللي بيها أضوية يوقفون عليها ويطجون صورة، حلو. هاي شنو؟ وقف براسه. هو هذا 13 دولار اكيد نقبله. اللحق بعد 4 2 1 0 اوقف قلت. هاي شنو هاي؟ افتح الطريق، جاكم اسرع بايسكل بالعالم. جماعة جاي ياكلون اكل. هاي I have pick up. On what name? Tori. Thank you. Have a good night. You too. هذا الطلب الاول. بعد عندنا طلب، عندنا طلب وين؟ 13 دولار. الطلب الثاني يبعد عني دقيقتين، مو بعيد. هذا المطعم الثاني وصلنا له. هاي اجاب بيك اب فور روزيل. هذا الطلب الثاني جبناه وجينا حماية الشرطة. اول طلب يبعد عني 7 دقائق امونجاس. هذول الشرطة صغار بالعمر ومبين عليهم جدد، فأول ما يعني يستلم الوظيفة مالته شنو؟ يطوا بايسكل، بعدين ينطوا دراجة، بعدين ينطوا سيارة، بعدين يصير شرف يعني يتطور، بس بالبداية لا يعني مو قبل ينطونا سيارة. يقول your destination is on the left، يعني على اليسار. Yeah, you're welcome. Thank you. I think you need a pin. Yes, I need a pin. 4577. 4577. Thank you so much. Yeah, no problem. Thank you. الطلب الثاني يبعد عني محفوظ السلامة والبقى دقيقة واحدة. هو هذا. وهذا الطلب الثاني هنا على اليمين. هاي البناية 100 دور كاتب لي، حلو، يعني نلتقي بالباب.
بس شوفوا البايسكل يصعد، هذا يصعد هذا. شوف خلي محركين أنا. لا روح. اوه يصعد هذا. هذا خاف قال لك هذا ما حد طبيني قبل. I have food delivery man. اجي. Okay. Can I just leave my bike here? Yeah. Thank you. خلي البايسكل هنا. Thank you. So I'm going to 303. 303. بايسكل راح ينباق. Thank you. شو احنا هاي شنو؟ هذا الحائط حلو، عجبني هذا اللون انا الازرق. 300 هاي شنو؟ هاي وين؟ ما اعتقد منه انا. هاي شقق تي يعني، بس هاي عد تنازلي صار. Hey. Hi, good afternoon. Thank you so much. You're welcome, thank you. Complete. أنا منين جيت أنا؟ تيهت. هسا أريد أطلع، وين المصعد؟ مشيت هواية أتذكر يعني أنا. وهم قصيت بالبناية. يا ناس. أتذكر. وين المصعد؟ لا صدق. شنو هاي؟ راح أتصل بال على 911. اي منا يمكن منا. شوف يعني كبيره هاي البنايه منا. هذا هذا مصعد. شنو هاي؟ هذا المصعد منا. شوف حتى خريطه مسوين. حاليا الساعة بالعشرة ونص ضبط. المبلغ اللي طلعته اليوم خلال هاي الساعات اللي اشتغلته هو 140 دولار، يعتبر جدا ممتاز هذا المبلغ. فلهنا وصلنا للأسف إلى نهاية الفيديو. استمتعنا، هي فكرة الفيديو انه اشوفكم اجواء المدينة ونستمتع، وهذا اللي صار بالفيديو. يعني حقيقة انا جدا مستمتع من دا قدمتكم هيك محتوى، فاكيد لا تبخلون علينا باللايك، وهذا ابسط دعم تقدمونه الي. وأشوفكم فيديوهات ثانية جديدة من سان دييغو داون تاون. مع السلامة.